مستمعينا الكرام، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذه ليلة ونهار يوم غد. تبقى الأجواء باردة هذه الليلة لكنها مستقرة في عموم المناطق، ظهور البعض السحب والغيوم، ودرجة حرارة صغرى في العاصمة عمان 8 درجات مئوية. غدا نهارا تبقى الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق مع درجات حرارة حول المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت العام، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح بشكل عام جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في مدن ومحافظات المملكة نبدأها شمالا من إربد التي تتوقع أن تسجل تقريبا 19 في ساعات النهار، والصغرى ليلة الثلاثاء الأربعاء 10 درجات مئوية، جرش 19-8، عجلون 16-8، المفرق 18-7. المناطق الوسطى في العاصمة عمان 16-8، السلط 17-10، في الزرقاء 19-7 درجات، مأدبة 18-7، وفي البحر الميت 24 في ساعات النهار، والصغرى 13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية 15-6 الكرك، الطفيلة 14-7، معان 20-5، الشراء 13-6، وفي العقبة من 22-13 درجة مئوية. المناطق الشرقية تكون في رويشة 18-7، الصفاوي 18-6، وفي الأزرق من 19-7 درجات مئوية. هذا كان لدينا حتى اللحظة، دمتم بخير، إلى اللقاء.